بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية إشراق على دعوتهم الكريمة لتسجيل هذه المادة التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. موضوعنا لهذه المادة سيكون حول اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. والحقيقة نوهت في المقطع السابق أنني سأتحدث عن بعض المواضيع قبل الحديث عن فرط الحركة وتشتت الانتباه تحديدا. ليس كل تشتت انتباه لدى الطفل يعني أن الطفل يعاني من ADHD. ليس كل مشكلة انتباه يعني أن الطفل يعاني من ADHD. هنالك ما يسمى بالأعراض، وهنالك ما يسمى بالاضطراب، وهنالك ما يسمى بالمرض. الأعراض هي الأشياء التي تمر على الناس بشكل متواصل وفترات متقطعة، لكنها ليست متواصلة في يعني ليست مستمرة أقصد، لكنها تمر على الناس وتذهب. على سبيل المثال، لما نتحدث عن موضوع مثلا الخوف، إذا كان هنالك مسبب للخوف يخاف الإنسان، إذا زال المسبب يزول الخوف، وبالتالي هنا نقول يعني هذا عرض يصاب به كل الناس، يعني أمر سهل. يعني أيضا الاكتئاب مثلا على سبيل المثال، تحدث بعض المواقف في حياتنا يكتئب الإنسان في تلك اللحظة، ربما لفقد عزيز أو غيره، ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن أيضا ينتهي هذا العارض أو ينتهي هذه المشكلة، فيعود الإنسان إلى طبيعته. ولذلك نقول هذه أعراض يصاب بها الإنسان وتأتي وتذهب، وهذا من طبيعة البشر أن يحدث لهم ذلك. كذلك الانتباه قد يأتي على طفل لحظة من اللحظات يكون ما عنده استعداد للانتباه، أو يكون مشوشا، أو يكون يفكر في شيء آخر، فما يكون مركز في يعني هذه المادة لهذا اليوم أو حتى لليوم كاملا، لكن بعد يومين أو بعد يوم حتى أو بعد حتى ساعات يعود الطفل على ما كان عليه. ولذلك نقول هذا الطفل طبيعي، يعني طبيعي أن يتشتت الطفل أو يتشتت انتباه الطفل لأنه بشر. ولذلك ليس كل تشتت يحدث عند الطفل أو مشكلة في الانتباه تحدث عند الطفل يعني بذلك أن الطفل يعاني من ADHD أو من فرط الحركة. لكن ما الذي يجعلنا نحس بأنه ربما تكون مشكلة حقيقية تحتاج معها إلى أن فعلا نستشير المتخصصين، أن نقدم علاجات للأطفال وغيرها، عندما يكون هذا أو هذه المشكلة في الانتباه مستمرة ولا تنقطع، ومما يؤدي إلى اضطراب الحالة النفسية والحالة الأكاديمية والحالة الاجتماعية للطفل. هنا نقول أنه حدث اضطراب، ولذلك نسميه باضطراب. هنا أصبحت حياة الطفل مضطربة، تعلم الطفل مضطرب، علاقاته الاجتماعية مضطربة، حالته النفسية مضطربة. إذا نقول الآن هو بحاجة إلى علاجه مثل هذه الظاهرة أو هذه المشكلة حتى يعود أو حتى يصبح طفلا يعني أشبه بالطفل السوي. ولذلك يعني دائما عندما يشتكي الآباء والأمهات بأنه لدي طفل يعاني من مشكلة في الانتباه ولم ينتبه للدرس الفلاني، أو لديه مشكلة معينة مع جزئية معينة دائما لا ينتبه لها، ربما تكون المشكلة في الجزئية وليست في الطفل نفسه. ولذلك لا يعني لا نشخص أطفالنا، بل من المفترض أيضا أن يكون هنالك فريق متخصص يقوم على تشخيص هؤلاء الأطفال ورعايتهم. هذا جانب. الجانب الآخر مشاكل يعني مشاكل الانتباه ليست فقط في مسألة التشتت. التشتت هو مشكلة واحدة من مشاكل الانتباه التي يعاني منها أطفال الـ ADHD، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، لكنها ليست مشكلة انتباه وحيدة. مشاكل الانتباه مختلفة وستحدث عنها. على سبيل المثال، لما نتحدث عن مشكلة ضعف الانتباه،
وليست تشتت الانتباه. ضعف الانتباه هو ضعف القدرة على التركيز، مثل ما ذكرنا في المقطع الأول قلنا أنه هنالك تركيز انقطاع ثم تركيز مرة أخرى، وذلك هذا يسمى كاملا بالانتباه. عندما تكون مرحلة التركيز أو مدة التركيز قليلة، الفوكسينج تكون قليلة، إذن يحصل هنالك ضعف في قدرة الطفل على الانتباه، يحاول بقدر ما يستطيع أن يركز لكنه يواجه مشكلة في هذا، ولذلك نقول هذا هو ضعف في الانتباه. أما بالنسبة لتشتت الانتباه، هو القابلية الشديدة عند الطفل من الانتقال من مثير إلى مثير، وتكون هذه القابلية مرتبطة على أنه لا يكمل المهمة، يعني مثلا يكون منتبه لشيء معين ينتقل إلى شيء آخر ثم إلى شيء آخر ثم إلى، مثل النحلة عندما يعني تكون تتنقل بين الأزهار. طبعا لما تسأل عن الموضوع الأول يقول لك أنا لم أستمر في انتباهي لهذا الموضوع حتى أدرك بالضبط، حتى نصل إلى مرحلة الإدراك التي تحدثنا عنها أيضا في المقطع الأول، حتى أدرك بالضبط ماذا يمكن أن 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 يحدث. ولذلك تجد أنه ينتبه ولا يكمل المهمة وينقطع، أي بمعنى، لذلك هنا لابد أن نركز قليلا حول هذا الموضوع. انتقاله سريع، هو من موضوع لموضوع آخر وعنده القابلية الشديدة، ولذلك نحن نخفف المحفزات البيئية، المشتتات البيئية بالنسبة للطفل الذي يعاني من هذه المشكلة، وهذه هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لأطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه، لأنه يحدث عندهم تشتت. لكن هنالك أيضا مشكلة أخرى مختلفة تماما عن هذه المشكلة، وهي صعوبة الانتباه. صعوبة الانتباه تختلف عن تشتت الانتباه في ناحية أن الطفل يصعب عليه أن ينتقل من مثير إلى مثير آخر، يعني في الأول يعني من يوم يأتي المثير الآخر ينتقل له، لكن في قضية صعوبة الانتباه يستمر في المثير الأول ويصعب عليه الانتقال إلى المثير الآخر، وبالتالي يستمر انتباهه في جزئية معينة، انتقاله صعب جدا. هذاك انتقاله اللي هو يعاني من تشتت انتباه انتقاله سريع، لكن صعوبة الانتباه انتقاله صعب جدا. هذا بالنسبة لمشاكل الانتباه، والتي عندما نأتي للحديث عن فرط الحركة وتشتت الانتباه يكون واضح لنا بالضبط أن الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت الانتباه يعانون من تشتت في الانتباه تحديدا، يعني مشكلة في عملية السرعة في الانتقال. طبعا قد يقول قائل لماذا يحدث ذلك؟ طبيعة العقل البشري التي ذكرناها أيضا في المقطع السابق، طبيعة العقل البشري، طبيعتنا، طبيعة إدارة أدمغتنا للمعلومات هي التي تجعل اختلافنا في أساليب تعليمنا. وبالتالي لما نعرف أنه لدى الطفل ضعف في الانتباه نحن نستخدم معه استراتيجيات مختلفة عن الطفل الذي يعاني من صعوبة في الانتباه، عن الطفل الذي يعاني من مشكلة أو تشتت انتباه، وبالتالي هذا له أسلوب وهذا له أسلوب وهذا له أسلوب. الأمر الآخر والذي قبل أن ندخل في موضوع تشتت الانتباه وفرط الحركة، اللي هو النشاط الزائد وفرط الحركة. النشاط الزائد هو نشاط زائد عن حاجة الطفل، وأحيانا يكون النشاط الزائد لدى الأطفال غير مرتبط بمشكلة الـ ADHD، وأحيانا يكون يظهر عند الأطفال العاديين في فترات معينة وينتهي، ويكون مرتبطا بالجانب الغذائي في الغالب، عندما يتناول الطفل يعني بعض المحفزات لمثل هذا النشاط الزائد، سواء جلوكوز أو فركتوز أو غيره من الأشياء التي يعني حلويات وشيبس وغيرها من التي ترفع الطاقة عند الطفل، بالتالي يصبح الطفل عنده نشاط يريد أن يخرجه. طبعا موضوع النشاط الزائد هو يستطيع الطفل بحد معين أن يتحكم في النشاط الزائد، لكن الجزئية وأيضا مسألة النشاط الزائد يمكن كذلك للطفل، أو يمكن لنا أن نطلب من الطفل القيام بمهمة معينة أو بأداء معين يخفف عليه
يعني يصرف الطاقة الموجودة في جسمه بحيث يهدأ. ولذلك ربما نلحظ أنه عندما يقوم الطفل بنشاط بدني معين يكون هادئا للتعلم، هذا عندما يصرف النشاط الزائد في أو لديه أو ما يسمى بالطاقة الكامنة. لكن ويمكنه التحكم حتى وإن كان النشاط الزائد موجودا عنده، لكنه يمكن التحكم نوعا ما بنشاطه الزائد عندما ينبه. لكن فرط الحركة هو فرط في الحركة وهو لا إرادي، لا يستطيع الطفل التحكم بها بحركاته. لذلك عندما تسأله لماذا قمت بهذا الأداء أو لماذا قمت بهذا الشيء، يقول ما كنت أخطط لأقوم بهذا الشيء ولكنه جاء بشكل فجائي. ولذلك هنا نأتي إلى الحديث عن أنه فرط الحركة هو لا يختاره ولا يتحكم به. ولذلك هنا لما نأتي ونتحدث عن اضطراب فرط الحركة، أولا تحدثنا عن مسألة الاضطراب أنه لا بد أن يكون مستمرا. الأمر الآخر تحدثنا عن فرط الحركة أنها ليست إرادية وباختيار الطفل، وهي فرط حركة يعني ليس الطفل طفلا مشاغبا. الأمر الآخر تحدثنا عن تشتت الانتباه وأنه له خاصية معينة وسرعة أو قابلية الانتقال من مثير إلى مثير آخر. وبالتالي لما ندرك هذه الثلاثة أشياء بأنه يوجد عنده اضطراب أي أنه مستمر، لما ندرك أيضا أنه عنده فرط في حركة لا يستطيع التحكم بها، لما ندرك أيضا أنه لديه القابلية في التشتت من مثير إلى مثير آخر، الآن نكون تصورا أو مفهوما عاما حول ما يمكن أن نعمل معه أو ما نعمل مع الطفل. فكيف يمكن أن نتعامل مع فرط حركته، وكيف يمكن أن نتعامل مع تشتت انتباهه، وكيف يمكن أن نتعامل مع اضطرابه، وهذا سنتحدث عنه بعد قليل. فاضطراب فرط الحركة أو ما يسمى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، يتميز الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة بثلاثة أشياء: تشتت في الانتباه، فرط حركة الاندفاعية مثل ما ذكرنا تصرف قبل التفكير. تشتت الانتباه ذكرنا قبل قليل أنه يصعب عليه البقاء في مهمة ولديه القابلية في الالتقال من مهمة إلى مهمة أخرى مع عدم إكمال النشاط الذهني الذي يعمل عليه في المهمة الأولى. هذا بالنسبة لتشتت الانتباه. طيب كيف نتعامل مع مشكلة تشتت الانتباه؟ احنا حددنا أن هنالك مجموعة من المشاكل للانتباه، أذكر مرة أخرى اللي هو قضية صعوبة الانتباه، قضية كذلك ضعف الانتباه، قضية تشتت الانتباه. الآن نركز فقط على تشتت الانتباه. طيب كيف نتعامل مع تشتت الانتباه؟ الأمر الأول نقلل، وهذا مهم جدا، الأمر الأول نقلل من المثيرات الحسية داخل البيت والمدرسة. أولا لابد أن نتعامل مع البيئة، فالبيئة المشتتة هو لديه قابلية، هو لديه قابلية إلى التشتت، فوجود مشتتات تزيد القابلية لديه للتشتت، وبالتالي نحن نريد أن نخفف هذه القابلية. بمعنى أنه لما يكون عنده عنصر واحد فبالتالي هو سيقوم بالتركيز على هذا العنصر الواحد لأن ليس يوجد عنصر آخر. لكن عندما نحشر الفصل بعدد كبير جدا من المثيرات الحسية وكذلك أيضا المنزل أيضا بالإضافة إلى بعض ألوان يعني ألوان الحائط مثلا، ربما تكون ألوانا صارخة ملفتة للانتباه أو لونين متضادين بشكل كبير، كذلك أيضا هذا يجعل عنده حاسية في عملية الانتقال أو حساسية في عملية الانتقال من مثير إلى مثير آخر. ولذلك هنا أول خطوة يجب أن نقوم بها هو تهيئة البيئة من خلال إيش؟ من خلال تقليل المثيرات الحسية للطفل أثناء تعلمه. نحاول إفراغ المخزون الذهني عند الطفل بالحوار معه. طبعا تشتت الانتباه ممكن يكون بيئي بمعنى أنه من البيئة من المثيرات البيئية المحيطة، لكن أيضا قد يكون يعني معرفي داخل يفكر فيه داخل دماغه، مواضيع أخرى مشغلته ويفكر فيها داخل الدماغ. بالتالي هنا
بحاجة الطفل إلى أن يعني أن نتحاور معه حول ما يفكر فيه الآن. عندما نتحاور معه حول ما يفكر فيه الآن، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه يعني يستهلك هذه الأفكار، يتحدث فيها معنا. عندما نتحاور معه حول هذه الأفكار، نطلب منه أثناء قبل ما نبدأ المهمة التعليمية، نطلب منه أن يكتب هذه الأشياء أو يرسمها، يعني إما يكتبها أو يرسمها أو يقوم بأي أداء معين، أو حتى يعني يكتب على الرمل أو يعمل أي أداء معين. المهم أنه يعني يخرج هذه الفكرة كشكل أو يخرجها بشكل موجود أمامنا. عندما يفعل هذا الأمر، الآن الفكرة التي كانت في الدماغ أصبحت الآن على الورق، أصبحت موجودة الآن أمامه، يستطيع أن يراها. بعد ذلك نطلب منه أن يتلف الورقة التي كتبها، وهذا طبعا مبنيا على ما يسمى بقانون الكف والانطفاء، وهي إحدى قوانين التعلم. ذلك هنا عندما يقوم بهذا الأداء، فهو يقوم بكف نفسه أو انطفاء تفكيره عن هذا المكون الذي يفكر فيه، وبالتالي لا يعود يفكر فيه مرة أخرى. بعد ما نطلب منه أن يتلف هذه الورقة، نخبره الآن عن المهمة الجديدة التي نريد يعني نبدأ نتحاور معه عن المهمة الجديدة. طبعا يفضل مثل ما ذكرت في المقطع الأول أيضا أن تكون حوارنا معه في المهمة الجديدة في طور رغبته، يعني إذا كانت مثلا نريد أن نعلمه بعض الكلمات، فنحن نستخدم على سبيل المثال النادي المفضل له، السيارة المفضلة له، نستخدم الأشياء، الألوان المفضلة له، نستخدم الأشياء التي يفضلها، نزرع الرغبة له لتعلم هذا الشيء، وبالتالي أنا نبدأ نحاور حول هذا الموضوع حتى نبدأ ننشط العمليات الدماغية في معالجة مثل هذا الموضوع قبل، أو نهيئها قبل أن يبدأ في العمل في هذا. جانب مهم أيضا، بعض المهام مثلا تكون نحن نعتقد أنها مهمة واحدة، لكنها في الحقيقة ليست مهمة واحدة. مثلا على سبيل المثال، لما معلم أو معلمة تعطي الطفل يعني مسألة حسابية، أو يعطي الطفل مسائل حسابية، يعني يعلمونه مسألة حسابية ويطلبوا منه واجب في المنزل يقوم به، أداء معين يقوم به في المنزل، أربع مسائل حسابية. هنا الطفل بالنسبة له ليست مهمة واحدة بل أربع مهام. ما الذي يجب علينا أن نفعله عندما يأتينا الواجب كأهالي في بمثل هذا الطريقة؟ أن نقوم بتجزئة المهمة إلى أجزاء، فبالتالي نبدأ نعطيه المسائل مسألة على سبيل الأربع. نعطيه المسألة الأولى ونقول له ربما لو انتهيت من هذه المسألة لا نحتاج حل المسائل الأخرى، ولكن نجرب لعلها تكون سهلة. بعد ما ينتهي منها نبعدها ونأتي بالمهمة الأخرى، المسألة الثانية، نقول له جرب مع هذه. وبالتالي يعني هو لذلك العمل مع أطفال الـ ADHD يحتاج إلى متابعة دقيقة ومباشرة لهؤلاء الأطفال في البداية. بعد أن يكتسب الأطفال هذه الخاصية، خاصية تجزئة المهام، سيقومون هم بأنفسهم بتجزئة مهامهم والقيام بالأداءات نفسها، أي بمعنى أننا نعلمهم أسلوب تعلم يناسب قدراتهم. وبالتالي هنا نقول أننا بحاجة إلى مثل هذا الجانب. الأمر الآخر وهو أمر جيد، وهو نطلب من الطفل أثناء ما يقوم بحل المسألة الحسابية على سبيل المثال، أنه عندما يشرد ذهنه قليلا أو يبتعد قليلا عن المسألة ويعود مرة أخرى إليها، يضع نقطة حمراء، هذه مثلا، أو نقطة بالقلم الذي معه على اليمين، على يمين الورقة أو على يسار الورقة. هذه تبدأ تعزز لدى الطفل ما يسمى بالمراقبة الذاتية أثناء العمل. بالتالي كلما بدأ الطفل يراقب تشتت انتباهه، يبدأ شيئا فشيئا يعد النقاط التي بناها أو التي أوجدها في المرة الأولى تكون كثيرة، في المرة الثانية تكون أقل، الثالثة أقل، وهكذا حتى يصل إلى أنه يستطيع السيطرة على قدرته على الانتباه. فرط الحركة
طبعا احنا ذكرنا انها حركات غير ارادية، لكنها في الغالب احيانا تكون حركات غير ملائمة لعمر الطفل، يعني قد تكون يعني يكون الطفل كبير ويقوم بحركات غير ملائمة لحركات اطفال صغار، يعني بأداء معين ملفت للانتباه أحيانا، والحركات غير ملائمة للأعمال التي يقوم بها، يعني ربما أنه يقوم بعمل معين أو يقوم بحل واجب أو يقوم بأداء مهمة معينة تجده قام بمهمة أخرى مختلفة تماما عن المهمة التي بين يديه. يعني على سبيل المثال، مثلا نعطي مثالا، يكون يحل المسألة الحسابية مثلا التي ذكرناها قبل قليل، أو يكتب القطعة القرائية، أو يحل مسائل العلوم، أو أي شيء كان، لكن الموضوع هو موضوع محدد، أرقام ربما، كلمات محددة ربما، تجده قد انصرف عنها وقام بأداء حركات كأنه يقوم بعملية الكوكينج أو الطبخ مثلا، وبالتالي تجده تقول الآن تفكيره ذهب إلى هذا الجانب وبالتالي ابتعد، فتجده يتحرك لا إراديا. عندما تنبهه وتقول ماذا تفعل يقول ها كيف، ليش أنا فعلا ليش أنا أفعل هذا الشيء، يعني فهو ليس منتبها للأداء الحركي الذي يقوم به. وفي الغالب التململ يكون حركي، وفي طبيعة تململه الحركي طبعا بعض الأطفال لما يمل من 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 حاجة معينة يبدأ بالتضجر لفظيا، بأنه مليت، انزعجت، أنا لا يمكنني أن أكمل هذه المهمة، أنا لا أريد أن أكمل هذه المهمة. لكن تجد مثلا الأطفال الـ ADHD مثلا، تجد أنه الطابع يبدأ يأخذ منهم قبل أن يكون لفظيا حركيا. فمثلا على سبيل المثال تجد مثلا يحرك قدميه بهذا الشكل، بشكل يعني يضعهما بقرب بعضهما ثم يبعدهما بشكل سريع، مما ينبئ بأنه بدأ يشعر بالملل أو الضجر، ما عاد يستطيع أن يتحكم بحركاته، أو تبدأ حركات الجسم العلوية بشكل كبير، يعني يتحرك بشكل كبير. طيب، اعتبارات قبل التعامل مع مشكلة فرط الحركة. لابد أن طبعا قلنا أنه نشاط أو فرط الحركة ليست نشاطا اختياريا من الطفل، لابد من الاهتمام بالبرنامج الغذائي، وأنه إحنا نستشير متخصص في الجانب الغذائي حتى لا نرفع أيضا الطاقة بوجود فرط حركة، يعني ما نرفع الطاقة. بعض الأغذية ترفع الطاقة وجود فرط حركة، وبالتالي هنا يصبح الطفل مضطربا بشكل كبير. ولذلك استشارتنا لأخصائي تغذية بأنها ما هي الأغذية التي ممكن أن ترفع الطاقة بشكل كبير عند الطفل، وما هي الأغذية المناسبة. هنا قد يكون هذا الأمر مساعدا بالنسبة لنا. أيضا نعطي الطفل مجالا لصرف الطاقة الكاملة، يعني قبل أن نبدأ بتعليمه، أو قبل أن نبدأ بأن نمارس معه مهمة معينة، نطلب منه الحركة، يعني إما الجري، إما لعبة معينة، إما لعب كرة سلة، أي شيء يكون مثلا، أو نخطط لهذا مثلا بعد أداء بدني معين يقوم به، ثم نقوم بتعليمه بعد الأداء البدني. طبعا سنجد في البداية أن الطفل متهيئ بشكل كبير جدا، يعني وقد نستغرب لها من هذا، لأنه قد صرف كثير من الطاقة الموجودة عنده. تعزيز مراقبة الذات التي ذكرناها قبل قليل. الاندفاعية طبعا استجابة لأول فكرة تطرأ على الذهن، عشوائية في إصدار الأفعال والأقوال، عشوائي دائما، يعني ما يحسب القول. لذلك لا يجب أن نحاسبهم على اندفاعيتهم، لأنها أيضا يعني متأصلة عندهم، بالتالي لا يجب أن نحاسبهم، يجب أن نعلمهم كيف يضبطون جانب الاندفاعية، ولكن لا يجب أن نحاسبهم. وكثيرا أيضا يجب أن نعلمه كيف يضبط النشاط الزائد، كيف يتعامل مع تشتت الانتباه، لا أن نحاسبه، لأن هذا الأمر ليس باختياره، وبالتالي هو بحاجة إلى أن يتعلم استراتيجيات تساعده. وبالتالي نتجه إلى أيضا نظام التعزيز الذي ذكرها سكينر في تعزيزهم أثناء نجاحهم في تعلم مهمة أو تعلم استراتيجية معينة لمساعدتهم على القيام بمثل هذا الأداء. أساليب العلاج أو علاج اضطراب فرط الحركة يجب أن تكون أساليب سلوكية في البداية، يعني أنه ندربهم على استراتيجيات محددة يستخدمونها
التكيف مع بيئتهم، لإدارة أنفسهم. لكن لا نذهب مباشرة إلى العلاج الطبي مباشرة واستخدام العقاقير. يجب أولا أن نمارس العلاج السلوكي في البداية. إذا عجزنا أو إذا وجدنا أن هنالك صعوبة أو أن الأمر بدأ يتطور بشكل كبير إلى أن أصبح الطفل يؤذي نفسه يعني بدنيا، إذا هنا ننتقل إلى العلاج الطبي باستشارة طبيب طبعا، وكذلك العلاج السلوكي أيضا بتنفيذ أو استشارة أو إشراف متخصص في هذا الجانب. طبعا هذا ما يخصنا في ما يسمى باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وتحدثنا عن الاضطراب كاضطراب، تحدثنا كذلك عن تشتت الانتباه، تحدثنا كذلك عن فرط الحركة، تحدثنا أيضا عن الاندفاعية، وتحدثنا عن بعض الإجراءات التي يمكن أن نستخدمها أو الإجراءات البسيطة التي يمكن أن نستخدمها لعلاج مثل هذا الاضطراب أو التعامل مع هذا الاضطراب. وأشدد كذلك أنه لا بد أن يكون تشخيص الطفل باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من قبل متخصص عارف بمثل هذه المشكلة، بالإضافة إلى ذلك أيضا تخطيط البرنامج التربوي لمثل هذا الأطفال أيضا لابد أن يكون من قبل متخصصين عارفين بمثل هذه المشكلة، وسيختصرون علينا كأهالي وك يعني كمتخصصين أيضا في جوانب أخرى مشوارا طويلا في هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.